الطوبو والغمولية والخميس والقهراء وليلة الله الجوع تطلب الله أختي وتطلب الله ونحسيني الناس هادو ديال الدولة راه ما داروا معايا حتى حاجة راه ما كاينش شي واحد مسؤول من هاد المسؤولين الكبار بغا يدير شي حاجة راه ما بغا يديرو حتى حاجة هما بغين يحيدوني من هنا هذا هو الحل اللي عندهم ولكن انا فين غنمشي انا كمواطن مغربي فين غنمشي اختي نعيشو ظروف قاسية اختي انا ما كاينش شي سوق فين نكون مع الله الله اللي تيسخر لينا شي محسن تيعطينا باش نعيشو تطلب الله دابا تطلب الله من المحسنين راه مبقايش انا شاد الناس اللي هما شادين هاد البلاد وحاكمين البلاد وغاديين بهاد البلاد هادي الله يسهل عليهم ما بقينا نطلبو حتى واحد فيهم حيت حنا قرنا انا اي اداره دقيت عليها ما كاينش شي تفتح لي الباب علاش تفاني مير متشرد سبع الحبس طابي مسك حياته انا راه ما يصلح راسي والله لقوا خدموا عليا هما يقطرقوا بيا رابور انا وخدموا معايا ستافيت وخدموا معايا رئيس المحكمه وخدم معايا موظفين في وسط الحبس ايش باغي انا شنو هي التهم اللي مشيتي على قبل الحبس انا نكذب عليك التجارة المخدرات اي حبة اي فانيلة اي طرف ديال الحشيش اي حاجة نبيع العباد ما نعيش انا ديك الساعة ما عنديش هاد الدماغ انا باش نكون تنخاف على الناس ونخاف على المجتمع كنتي كتفكر غير الجانب المادي ديالك صابين بغي ما كنتيش كتفكر ولاد الناس ولا بغي نلبس وبغي ناكل وبغي نعيش علاش متشرد انا تنديرها تلقى كل شيء عباد الله نعست عند والديها عند خوتها عند امها عند باها وانا تنبقى الزرقاء ما عندكش الوالدين ديالك؟ موقفين لي يا اختي كانوا عندي با وامي عندي شجره ولكن موقفين والناس هدراوش فقارة على قد الحال ماشي شي ناس اللي هما زعما حنا كنا بخير ولكن مع الظروف شحال من واحد كان منير وصبح والو شحال من واحد كان والو وصبح منير ظروف هادشي كلو ها ظروف ها عائلة داكشي عائلة اجتماعية ديال هاد البلاد انت ولد كاريان ديال سيدي عثمان لا 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 فين كتسكن؟ انا كنسكن في حي جواد حي جواد يا عبد الله الصنهاجي انا راه قدام امام المقاطعة انا القيد ما خلا مسكين ما دار معايا هاد القيدة ولكن راه الظروف ما ساعدتوش هو عنده مسؤولين فوق منه تيقولو حيدي هذاك من تما واش هذا اللي شي صيف فيا انا باش يحيدوني حيت هو ناس فيلا عنده سياره فاخره وما يسال عليه ما نطلبوش فيه ديالو رزقو هذا ولكن حنا راه الشعب راه مواطن راه مغربي انا راه مغربي حر راه دوري جي مغربي وما نبغيش الطرف ديال البلاد تأذى من المشهد ما نبغيش شي واحد يأذي طرف من بلادي واخا مزوج كيفاش كدير الحاله العائليه ديالك زوج لا لا الله محمد رسول الله واختي لا ظروفي خايبه انا راه واحد البنيه اللي ما تسمعني حتى لا الزنقه راه تسطى ليا راه تقدر تمشي هي اللي عندي هي اللي عندي فيها الامل وما بغيتش نبين لا وجهي وما بغيتش نطلب اصلا ما بغيتش نطلب انا راه برزطوني المخزن انا كل من المخزن ما نطلبش نبقى بعزة كرامتي انا مغربي حر نمشي نقلب الجيبه وما نطلبش ما زهقش شنو كدير دابا في الخدمه ديالك اختي دابا باركين باركين اختي لا ما كاين حتى واحد تنعاون واحد الدري صحيبي تيمشي يقضي شي غرض ولا شي نبرك معاه نقابل لي الكريريسه ومسكين كيغدينا الله يخلف عليه ولا عطانا شي 400 ولا فرنك قدام عنده الله يخلف عليه وراه عايش هاد العيشه هادي كنشوفك عايش في هاد العيشه هادي والريحه وكاينه ريحه كريهه عندك كيفاش كتقدر تصبر على هاد الرائحه الكريهه اللي كاينه هنا يلا كنا نمشي اما اللهم هي اللهم الريحه الكريهه ولا غنمشي عند البوليس يدخلوني راه شي ريحه اخرى فين تبان الريحه اما زلت نقول هاد الريحه راه ريحه البارفان بالنسبه للكوميسيريه والحبس كتعاني من شي مرض ابو محمد شي ضيق عندي لازم دابا انا خاصني روبو ها هو تقادر لي البارح راه معنديش باش نجريك بهاد الحساسية ديال هاد البرودة راه ليلة وحدة والله إنساني بات ليلة وحدة في هاد الزنقة وبربي تيجي ولا مجرم ديال مصر هو تيهزني فوق قطع الراس هذاك اللي في المقاطعة ولا في البوليس ولا في حرية سيفيل
والله تيقطع ليله وحده ليله وحده ما تبعتش فيها بد 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 الزنقه هذه بد الخلاه هذه بد المصيبه هذه انا تسميها مصيبه. شحال وانت كتعيش هنا في هذا البراك؟ اختي راه من الصغر انا دابا 2011 عندي بنيته. انا كنت كندير غير واحد الباص وكنجلس تحت من ذاك الباص. البرد فيك الفيضان فيك، احكي لنا على الايامات ديال الفيضان. واختي راه قلت لها راه كنت نبات بارك بارك وكل شيء سارد الجناب ديالو كلهم ساردين راه هي تتقطر. انا بالك كدير العود وخبطت فيها الشتا كي غادي تعيش. تطلب الله يا ربي تطلب الله والمحسنين. انا مزيان كنا معاهم ولقيت واحد ما يعاون يعاون يساعدني الله يرحم لي الوالدين راه الله اللي يخلصو راه ما يخلصو حتى واحد الله اللي يخلصو ويجيشو بحياتي. إلا كنا تنمثلو عليه ولا تنبغي نفقو عليه ولا نديو ليه ديالو ولا يعطينا شي حاجة نديو والديك هاينا كلشي باين. عتق الموقف هاد الناس الدولة ما عتقتناش عتقنا محسنين كاين المحسنين في البلاد. احكي لينا على البنت ديالك شحال في عمرها؟ الله يرحمها عمرها اللي كيخصني انا ما كتعرفكش فين كتعيش؟ ما عرفنيش لو كون عرفتني مشكلة كبيرة يكون عندي انا كون وقلا ورا كيف تشوف هذوك الناس اللي ريحتهم كريهة وحوايجهم مسخين وتبارهم كبار نكون منهم ولكن ما بغيتش صافي عايشة مع امي ان شاء الله يسهل عليها الله يعاونها هي وامها قسم الله ولينا بخير وهادي غنتعاونو قاضية ونقوم معاها ونديبانيو باش ما عطا الله راه كاينه موت واحد وربي كبير. إذا تقدت لك مثلا تقدت لك الحالة ديالك العائلية تقدر تعيش مع الزوجة ديالك والابنة ديالك؟ مرجع علاش مرجع شي ولا عندي سكن وعندي بلاصة قرب منا وكل خبز نعيش نجيب بنيتي ومرتي ونعاود نعيش حياة أخرى عاوتاني جديدة نزيد حياة جديدة. شنو كان العمل ديالك قبل من غير التجارة في المخدرات؟ كنت ندير أختي ديال الطابيسي كيدير الكوتايات بيوت نعاس موكيطاج بابي بان. وعلاش ما بقيتيش في الخدمه ديالك؟ ما نكذبش عليك ما عرفتش شنو جاني ما عرفتش تلاوط عاود خدت واحد الكريريسه درت بها الحلوى وعاود تلاوط جاب الله هاد بنت الناس هادي تزوجت بها جاب الله خدمه خدمت وليت ندير كيدير بلافو ديال القرص ولكن ما ساعدتني الصحيحه هاد الضيقه فكرتني بزاف. اذا كنتي كتعاني من الضيقه قبل ما تعيش في التشرد؟ لا تبديش في التشرد بديت من الحبس انا بديت زيتها من الحبس هزيتها من الغبره ديال الحبس والدرس والعومان ما بان هي من الزيت. انا بغيت ليها تقنى دابا ها هذا شكون اللي كياخذ لك الرابوس ديالك؟ كيعاونو المسكين سيدي والله ما نكذب عليك انا دابا الله يجزيكم تما بعدا جيتو عندي وطليتو على حالتي وبغيت تصوروني وتصيفطو للناس المحسنين ولا الناس المسكونين الله يجزيكم بخير. واش ما فكرتيش تمشي الخيريه ديال تيتم الليل؟ وداوني وثلاث شهور علاش داوني هذيك الثلاث باش يصيبوا لي البطاقه الوطنيه؟ اش كانوا قالوا لي في الاول قال لي ودي غنديرو في البطاقه الوطنيه في العلوه دار الخير دار الخير نعم ثلاث شهور شفت العذاب الويل كحل شوف هذيك تاع تمنين الناس راه محنا ومسؤولين وعباد الله رانا غادي غنطفري انا والله شي مسؤول تنعضو من ودني باش يعرف راسو اش خاصو يكون